هذا قاعدة، لما تكب العنان للحصان رجولك السيقانة والكعب صارت أبو سرج عادة تستعملها أو ممس أو بدون ممس، إما إنك تستعملها كبنزين أو تستعملها كتوجيه. طبعا ما أتكلم عن استعمالها الطبيعي، حركتها الطبيعية مع حركة الحصان المواكبة لجسمه أو مجارات لحركة جسمه، موضوع آخر. أتكلم عن استعمالها بدك يعني واضح، أو استعمالها على الجسم بشكل واضح بتعمد، سواء بالتزييق أو بالقفل أو تبي تكب بنزين أو توجيه. ما يمكن توجه السيارة أو تعطيها بنزين والنملة ميب بالشكل الصحيح وتوقع أن السيارة تعطيك المطلوب، بمعنى أني لو أنا أبغى أسرع بالسيارة والقلب الفاضي كيف تسرع؟ فمهما كبست بنزين السيارة بتصير بمحلها ميب ما أعطيتك السرعة المطلوبة. كذلك الدركسون، لو وجهت الدركسون يمين يسار لكن القلب مو معشق، القلب الفاضي قاعد تلف الكفر يمين، قاعد تلف الكفر يسار، لكن ما لفيت السيارة كلها كاملة لف حقيقي بالشكل اللي انت تبغاه. اذا عشان الدركسون يسوي الغرض المطلوب منه اللي هو التوجيه الحقيقي للسيارة وهي ماشية، يعني لا بتمشي بالشكل الصحيح اللي هي النمرة القيد اوتوماتيك عادي الى اخره. كذلك البنزين، الحصان قيره العنان، واقصد قيره العنان قصدي شخص يقفل قفل صحيح وعنانه مليان او شخص يزلل. طبعا يجيك وجهه بطريقة امريكية كلها اعتمد على الرجول ومهماز يعني، والعنان مو مره مرتخي يعني، العنان عفوا مو مره مليان مثل زي الطريقه الاسبانيه او الدريساج وغيره، لا مقفول ما مرتخي. كيفي التوجيه فاد هنا والدك فاد هنا، لان الارتخاء هنا مو بالارتخاء اتكلم عنه، اتكلم عن كب زين الحين كب عنان. انا كب عنان كمطفي المحرك للحصان، فلو بغيت احرك حصان انا ما عندي عناني ثم احرك او اوجه ثم احركه، لابد اصيده بالنمره. طريقه امريكيه كب العنان مو هو كب العنان قدر ما صار راجع له، يعني العنان عنان مكبوب بس الحصان راجع اليد، يعني الطريقه كلها مبنيه على كب العنان. فلو بالغت كب العنان تلاحظ انه قبل ما يعطي الحصان اوامر واضحه بالمهماز للتوجيه وللتحريك حتى والعنان مكبوب بيعطيه اشاره بالعنان باصابعه، يعني يحس بالنمره اللي الحصان فيها ويقفل عليه فيه ويتم يحركه. باختصار لابد تكون مع الحصان بالنمره بالضبط بالنسبه للشخص يزلك او بالنسبه للشخص يقفل نمره مقبوله في القفله، يعني النمره تضمن ان الحصان ما يطلع من القفله. ثم تدك ان بغيت او توجه بالرجل ان كنت بحاجه للشيء هذا، ممكن مرات الصوت يكفي او تحريك تغيير اتجاه يكفي معك حصان عسيف حصان جديد هذا موضوع اخر، لكن كم حصان بحاجه للدك او بحاجه للتوجيه تسويه عقب ما تصيد النمره بالضبط كشخص يزلك او تصيد نمره مقبوله كشخص يقفل. تحريك الحصان بالرجول او توجيهه بالرجول دون ان تكون بالنمره الصحيحه المطلوبه حتى طريقه ركوبك هذا اللي يخلي الحصان يكن او يحرن، اقرب ما انك قاعد تكبس بنزين والجير فاضي ما راح تحرك السياره، او انك قاعد توجه السياره يمين يسار تبغى تلف والجير فاضي ما راح تلف، الكفر بيلف لكن السياره ما راح تلف.